رفع غبطة البطريرك فؤاد الأطوال خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام بعمان الذبيحة الطاهرة على نية أن يحل السلام على العالم أجمع وشرقنا المتألم. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ترأس غبطة البطريرك فؤاد الطوال القداس الإلهي في كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام طريق المطار بمعاونة كاهن الرعية الأب شوقي بطريان وعدد من الآباء الكهنة وشيادقة الكنيسة. كما أحيت جوقة الرعية بقيادة المرنمة ميرا سميرات تراتيل القداس بأنغام ملؤها الفرح والتعزية. وخلال القداس رفع غبطة البطريرك الطوال الذبيحة الطاهرة على نية أن يحل السلام على العالم أجمع وخص شرقنا المتألم. لذلك أيها الأب فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها. أنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلي بروح القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس ألقى الأب شوقي بطريان عظته متأملا بالخلاص الذي منحه السيد المسيح على عود الصليب مؤكدا قدسه أن هذا الخلاص جاء للجميع حينما فتح الفادي الأعظم يديه على عود الصليب. الباب الضيق يمكن يكون هذه الصعوبة اللي بتتعرض إلى كل يوم، باب ضيق من خلاله تدخل إلى ملكوت السماوات. الباب الضيق يمكن يكون وصية المحبة التي بيشدد عليها السيد المسيح. مش دائماً بنقدر نحب، مش دائماً بنقدر نسامح، كل مرات صعب علينا، يعني ضيق علينا أن نحب أو نسامح. هو الباب الضيق. الباب الضيق بكل بساطة هو الاجتهاد اليومي اللي بيقوم فيه الإنسان المسيحي لكي يصل إلى ملكوت السماوات. فما نقعد نحلل شو الباب الضيق. حياتك اليومية اللي أنت بتعيشها كل يوم
وبتجاهد عشانها وتحاول أن تكون مسيحي في كل لحظة من لحظات حياتك، أنت تعيش وتسلك هذا الباب الضيق. وحث الأب بطريان جميع المؤمنين بالاجتهاد للوصول للملكوت عن طريق الباب الضيق الذي يمتلئ بالتعب والمثابرة وعمل الصالحات، فنصل بتلك الأعمال للفرح السماوي. هدول اللي بيعيشوا في تجربة إنه الخلاص مضمون، أنا أكيد 100% طالع السماء، وبالتالي ما في داعي أجتهد، أنا عندي امتيازات خاصة ما في داعي أجتهد. سابقاً لأنك أنت من الشعب المختار كانوا يعتقدوا أنه خلص أنا بخلص، ولكن أي إنسان بفكر بهذه الطريقة يعتقد أنه الخلاص له مضمون، هذا يترك خارجاً لأنه لم يجتهد لكي يدخل ملكوت السماوات. تقول أنا كوني كاهن مضمون ملكوت السماوات، أكبر خطأ في الحياة بتفكر بهذه الطريقة. الكاهن والعلماني والراهبة والجميع، الكل إذا لم يجتهد لا يدخل ملكوت السماوات. هذا جهد كل إنسان يقوم به، ومن يجتهد يخلص، ومن لا يجتهد يكون في رحمة الله تعالى. وعقب العظة وتقديس القرابين تقدم أبناء الرعية للمناولة بكل تهيب ومخافة. وفي الختام قدم الأب بطريان شكره لفضائية نورسات التي تسعى من خلال منبرها الإعلامي أن تنشر كلمة الحياة بالصوت والصورة لكل أقاصي العالم، معلنة رسالة السيد المسيح للعالم أجمع. باسمكم نشكر قناة نورسات، نشكر الشباب الحاضرين هون واللي قاموا بهذا النقل، نشكر القائمين على هذه القناة، وفعلا نشكرهم على كل التبشير الذين يقومون به من خلال وسائل الاتصال ويصلون به إلى جميع أنحاء العالم. نصلي إليهم ونصلي من أجلهم لكي يتمموا دائما هذه الرسالة. أفرض علينا يا رب ملء مراحمك الشافية، ارأف بنا، شدد عزائمنا كي نرضيك في كل عمل من أعمالنا بالمسيح ربنا. الرب معكم. ومع روحك أيضا. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب. بارككم الله القادر على كل شيء، الأب والابن والروح القدس.